عم عبده وصلاة سيدنا محمد النهاردة معايا مزرعة كاملة متكاملة، بس أمانتك بالله قبل بقى وشرة تصلي على رسول الله وتديني ركات حلوة النهاردة يا عم عبده. أقدم لك النهاردة أقول لحم بما يرضي رسول الله، والنهاردة يا عم عبده معايا جنية معايا جاموسي، هوريك تربي ازاي، هوريك تشتري لحم ازاي يا عم عبده. دي العملية يا عم عبده دي مش طين، وانا عايز صلاة سيدنا النبي، واللي يخش النهارده ليه يا عم عبده على الدبابة دي صلي على محمد. عايزك تفرز العجل دبابة بشرية، عجل يا عم عبده وزنه 250 كيلو وصلاة سيدنا النبي. والنداية دي عجزان بكام؟ النداية دي يا عم عبده دي وزنها يا عم عبده اكرمك كده جايب كده تعمل 230 كيلو يا عم عبده. بكام السعر النداية دي حاجة؟ صلي على رسول الله. دي انت لحم يا عم عبده. تمام. انت لحم. تمام. دبابة ملهاش كرش. تمام يا عجزان. اه انا عامل ازاي يا عم عبده؟ تمام. اوصفك يا عم عبده تشتري العجل اللحم ازاي او انت اللحم ازاي؟ صلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. تيجي يا باشا على الكرش كده يا عم عبده. تيجي على الكرش. تمام. 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 دي عم عبده ملهاش كرش. تمام. تيجي يا باشا انا عجل ده يا باشا يا عم عبده ده. تمام. تيجي يا باشا من السمين. تمام. دي لحم. تمسك دي تلاقيها يا عم عبده ملفوفة. تمام يا ما على الارض بتاعي من البدايه للنهايه كله هدايا يا جاموس. كل السنين يا عم عبده لاخر فيديو معايا جنيه يا جاموس، والنهارده يا باشا اوريك تشتري ازاي وتربي ازاي وصلاه سيدنا النبي يا عم عبده. يا جماعه انا النهارده بفضل ربنا احنا في داخل مزرعه الحاج احمد ابو الحاج فيها المنوفيه قريه عرب ابو زجري. ربنا يبارك المشتري وصعب نصيب يا رب. يخش على البث دي يدعمنا بلايك حلو وتعريف في الصلاه على النبي عجزال مبدئيا بكام دي؟ دي اجل لحم يا عم عبده دبابه بشريه. بص دب بكام؟ صلى على النبي. دي مش ب 40,000. تمام. ولا ب 35,000. ده كان زمان. ولا ب 30 ولا في يا عم عبده مفلس حزين. دي كان زمان. لحم دي. دي انت لحم يا عم عبده تربو. تمام. تربو كلها لحم يا باشا. تمام حاجة يا عم عبده يا باشا. التوتات العيد ده الكتانة يا عم عبده دباب بسم الله الله اكبر. تمام حاجة. دي انت يا عم عبده براون. تمام. دي انت يا لحم على ابوها. تمام. دي عمرها يا عم عبده وسنه واربع شهور. سنه واربع شهور. صلى على النبي. مش هقول لك ب 30,000. تمام. ولا ب 29 ولا ب 28 ولا ب 27. هخلي يا عم عبده النهارده كله يضحي. دي بص يا عم عبده اللي جاي لك النهارده صحصح معايا. ذكر وانتايه. ذكر وانتايه. ذكر يا عم عبده وانتايه لحم. تمام. تمام؟ دي كام يا عم عبده النهارده؟ ب 27,000. تمام عجزاله. وسيدنا النبي تعمل لك حلو. كام عجزاله؟ سيدنا النبي رايك صغير وتعليق في الصلاه على رسول الله يا عم عبده. انت عارفين معاك عجزاله. ولا ب 26 يا عم عبده. انا ب 26 لحمه دي يا باشا. دي يا عم عبده ب 25,500. كم؟ ب 25,500. 25,000 و500. تمام. دي يا عم عبده انتايه صحصح معايا. انت يا عم عبده لحمه كام النهارده؟ ب 25,500. اسحبها لك كده يا حاج سالم. واول تفريج يا عم عبده يا تلحق يا ما تلحقش النهارده. 25,000 و500 مش ب 40 ده كان زمان ولا ب 30. دي ب 25,500 المكان المنوفيه جوزنا قريه عرب ابو زكري مزرعه الحاج احمد ابو الحاج يا عم عبده. بكام يا حاج سام دي؟ ب 25,500 رقم التليفون 012-200-41901 يا عم عبده يا باشا. يا جماعه علي والله العظيم اللي ما يعمل شير هيزعل مني. هيزعل مني من الحاج عبده ابو الحاج. حاج سالم ب 25,500 ودي سعر هديه. 25,000 لقناة صوت بلدنا وصلاة سيدنا النبي كده يا عم عبده. ب 25,500 دي سعر هدية ودي عجل يا عم عبده لحم يا باشا. صلى على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. ودي معايا ذكر يا عم عبده دبابة. مش كامل. ذكر يا عم عبده دبابة. دبابة عجل تربو. تمام يا حاج سالم. يا عم عبده يا باشا تعالى يا عم عبده كده. طب اشتري لحم اشتري ازاي يا حاج سالم؟ اشتري ازاي يا عم عبده؟ بص مش كرش. تمام. تمام. تعال كده يا عم عبدنا دي كلها لحمة يا عم عبد. كلها لحمة. تمام. تعال كده يا باشا. تعال كده بص يا عم عبد يا العيد. تمام. بص التاني كده يا عم عبد ظهر العيد مجوز. تمام. دي يا باشا دي عيد لحمة يا عم عبد. تمام. صلى على النبي. دي يا عم عبد بما يرضي رسول الله كام النهارده؟ عامل بما يرضي رسول الله 31,000. كم؟ 31,000. صلاة سيدنا النبي كده يا عم عبد. تمام يا حاج مش ب 40 دي 31,000. 31,000 جنيه. 31,000 يا عم عبده. عجل مجوز
تمام. وبص عندي شحن لل 27 محافظه. خش في العرض ده صغير على الجزائر. معاك معاك جاموس؟ معايا جاموس النهارده. اوريك انه معايا الكوره بجري ومعايا نوتي جاموسي ونوتي بجري ونوتي بجر والكوره بجر. معايا مزرعه كامله متكامله وصلاه سيدنا النبي كده يا عم عبد. وحد الله محمد. لا حول ولا قوه الا بالله. صلى على النبي كده يا عم عبد. صلى الله عليه وسلم. دول معايا خمس كرة عمر سبع شهور. تمام. تمام يا عم عبد. اللي عايز يا باشا ياخد اي جاموس يربيها يا عم عبد. صلى على النبي. دي واحد. واحد تمام. اثنين يا عم عبد وصلاه سيدنا النبي. اثنين وصلاه سيدنا النبي. ثلاثة كده وصلى على محمد دبابة ده رأيك يا عم عبد. تمام يا حاج سالم. أربعة يا عم عبد دبابة. تمام يا حاج سالم. عمرها من ست شهور سبع شهور. بكام خمسة يا حاج سالم؟ أقل عجل فيهم يا باشا. تمام يا حاج سالم. عم عبده والاعمار من ست شهور لسبع شهور. من ست شهور؟ صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. المصداقيه في الامان. بجد يا حاج سالم؟ خمس كرة. تمام. مش هقول لك على 21 ولا 20 ولا الكلام ده يا عم عبده. في الله وكيل شهيد. دول عجل بتاعهم النهارده وسعر دي هديه وسعر المصداقيه وسعر يا عم عبده وسعر الجمله. تمام. دير خمسه يا عم عبده انا كام؟ عاملين 79,000. عجل بتاعهم يا عم عبد مدرب 15800 وصلاه سيدنا النبي كده يا عم عبد. كم؟ ما يتفاجئش. كم يا حاج سالم؟ عجلهم مدرب 15800. 15800 تمام يا حاج سالم. عندك شحن محافظه يا حاج سالم؟ عندي الشحن لل 27 محافظه. تمام. يحول فلوسهم وابعتهم له يا عم عبد. تمام يا حاج سالم. عايز يجي يا مرحب. رقم تليفونك 012-2-00-41-901 يا عم عبد. وامانتك بالله تديني رايك صغير وصلاه سيدنا النبي. العنوان يا عم عبد المنوفيه جوسنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه الحاج عم حاج عم بتاع كده. مش معرض تاني حاج سالم. صلى على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. انتهيتني يا عم كم كم الجاموس ده حاج سالم؟ وحد الله. لا اله الا الله. معايا انتهيتني يا عم عبد ومنسوا على ابوهم. تمام يا حاج سالم. بكام؟ الجاموس كان ب 120,000. تمام. واحده بلدي القرن عامل زي البز الشلش يا عم عبد. تي يا عم عبد ستيكس دي بص يا باشا دي يا باشا اساس جاموسه. تمام. دي واحده منوفي. تمام يا جماعه بسرعه بسرعه يا عم عبد فنتيكه. تمام يا حاج سالم. حاجه بسم الله الله اكبر. والثانيه دي يا حاج سالم. والثانيه يا عم عبد عيد خليط ايطالي. خليط ايطالي تمام. جارنا عامل زي البيت. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. عايز تربي تدين جاموس صاحب ميرة الله. بجد دي تدوا حاج سالم. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. اقول لك جوز يا عم عبد وادوا عمره يا عم عبد من ست شهور لسبع شهور. تمام. مش هقول لك عاملين 55 والكلام ده ولا 50 ولا 5 مش الكلام ده يا عم عبد. دول كاتين يا عم عبد جوز دول ب 38,500 وانا عايز صلاه سيدنا النبي كده يا عم عبد. بكام؟ 38,500. 38,500 واحده ايطالي وواحده بلدي. تمام يا حاج سالم. عايز تربي يا عم عبد جاموستين بمرض الله حلوين. تمام؟ تمام يا حاج سالم. ايه؟ تقول يا عم عبد فضل ما عند ربنا طلع ان شاء الله جاموستين بربع يا عم عبد ان شاء الله مليون جنيه باذنك يا رب. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. دي خمس ثلاثة يا عم عبد جاموس عمره ثلاث شهور. ثلاث شهور تمام. صلى على النبي واحد. واحد. اثنين وصلى على النبي. اثنين وصلى على النبي. ثلاثة يا عم عبد البلدي. ثلاثة بلدي. أربعة يا عم عبد البلدي المنوفي. أربعة يا بلدي المنوفي. خمسة يا عم عبد وصلاة سيدنا النبي كده يا باشا. من غير خمسة يا حاج سالم. صلى على النبي. والنبي يا عم عبد كم سنة؟ عقول قديمة. شعر شعاري. عقول يا عم عبد أنجح وأربح المشاريع مع وحد الله. لا إله إلا الله. يا عم عبد دول بما يرضي الله قاطعين 57,500 متوسط سعر عجلتهم يا عم عبد 11,500. كم يا حاج سالم؟ سعر عجلتهم 11,500. 11,500 جنيه. صلاة سيدنا النبي كده يا عم عبد. شمال محافظ يا حاج سالم؟ عندي شحن دول يا عم عبد لل 27 محافظة. تمام يا حاج سالم. طلع جاموس بلد منوفي. 11,500 رقم تليفوني يا عم عبد التواصل 010 14 88 88 45 45 22 يا عم عبد. خش خش في عرض التاني يا حاج سالم. طبعا في الصراحة بيننا في الشير في الملايك حاج سالم. خش في العرض يا حاج سالم. صلى على النبي يا عم عبد. صلى الله عليه وسلم. دول أربع نواتي اثنين سيمنتال واحدة براون وواحدة أورستاين. تمام. والعمر أربع شهور. العمر أربع شهور. صلى على النبي يا عم عبد دبابات. صلى على النبي. صلى الله يا عم عبده بما يرضي رسول الله كما شاء. بكام؟ قاطعين يا عم عبده 58,000 جنيه بما يرضي الاربعه دول. كم؟ ب 58 ربنا يا عم عبده. 58 ب 58 عمر اربع شهور متوسط يا ابنك يا عم عبده 14,500. 14,500 جنيه يا جماعه. دي واحد يا باشا دبابه بس يا عم عبده. اثنين يا باشا. اثنين دبابه. براون. ثلاثه. سنتال. اربعه يا عم عبده. لسه دورك يا أجل يا جماعة زي ما انتوا شايفين ضهر فتحات يا عم عبدو دول بما يرضي الله جاتعين 58,000 بما يرضي رسول الله. تمام يا حاج سالم. دي سعر يا عم عبدو وهدية لقناة سوق بلدنا وأنا عايز صلاة سيدنا النبي كده. خش في العرض تاني يا حاج سالم. وحد الله وصلى عليه يا عم عبدو. صلى الله عليه وسلم. دول يا باشا دول يا عم عبدو ثلاث أنات العمر خمس شهور دول واحد.
واحد واحد. اثنين دبابة عجلة اسطول. اثنين عجلة اسطول يا جماعة. ثلاثة يا عم عبده سلالة. تمام. صلى على النبي. دول يا عم عبده ما يرضوا رسمانك كام؟ كام حاجة سهلة؟ عمر خمس شهور. تمام. دول جاتين يا عم عبده 48 600. متوسط سعر عجلتهم 16200 جنيه. 16200 جنيه يا جماعة. ده اللي ديش فيها عشان حاجة سهلة. اسمكم بومبو يا باشا لعم عبده على سواج والمنشات وجردة وساجولتي وخميم والبنية. وسجلتي والمراغة وتحتها والسبعة وعشرين محافظة واسيوط والبدار والغنايم وديروت ومنفلوط والسبعة وعشرين محافظة. خش في عرض العجز. بكم دي عجزة؟ دي انت يا عم عبدو. بكم دي؟ دي يا عم عبدو عاملة 10500. 10500 جنيه يا جماعة. لا استراك يا عم عبدو. دي عمرها شهرين يا جماعة 10500 جنيه. تمام عجزة. طب دول يا باشا. صلى على النبي كده يا عم عبدو. صلى الله عليه وسلم. عجزة. ثلاث كور يا عم عبدو لاجل 200 كيلو يا باشا. دي واحد سمنتالي يا عم عبده دبابه. واحد سمنتالي يا جماعه. الثاني يا عم عبده عجل. بص دي وقت عم فلاح. عم عجل سهل. ثلاثه عجل دبابه يا عم عبده. ثلاثه عجل دبابه. عمر يا عم عبده 6 شهور. 6 شهور تمام. الظهر نظام العجل بص حاجه بسم الله الله اكبر. كم دول عجل سهل؟ صلى على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. يا عم عبده فاتحين 57500 يا عم عبده. 57500 بمئات رسول الله صلاة سيدنا النبي. ترى دول يا جماعة 57500 جنيه. بمئات رسول الله يا عم عبد. ترى دول يا جماعة 57500. وحياة سيدنا النبي كل شهيدنا صلى على النبي كده يا عم عبد. صلى الله عليه وسلم. واحد الواحد يا عم عبد. واحد الواحد. معاك كمان يا عم عبد ثلاث دكور عامل 5 شهور واحد. ثلاث شهور كمان ثلاث دكور يا جماعة. 5 شهور رقم 2. رقم 2. ثلاثة عجل سمنتالي يا عم عبد وصلاة سيدنا النبي محمد. ثلاثة. دول عجل يا عم عبد ازاي فرخ. خد الحلو والجبال ولو خلص كل من جمال يا عم عبد. بكام دول العجل سهل؟ ثلاث دكور يا باشا. دول يا عم عبد واطين 51000 جنيه بمئة ثلاثة يا عم عبد. 51000 جنيه بمئة رسول الله. تمام يا عجل سهل. ما تجيب لك انا زي ما انتم شايفين الاكل والشرب زي ما انتم شايفين اهو. دول ثلاث دكور ب 51000 والثلاث التانيين ب 57500 جنيه. صلى على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. دول خمس اناتي مش سريع على جوع يا عم عبد. تحول عالي وسرعة لواحد واحد. واحد الواحد تمام. اثنين يا عم عبد دباب. اثنين دباب. وصلى على محمد. ثلاثة وصلى على محمد. أربعة وصلاة سيدنا النبي عيد يشتروا لي يا عم عبد. تمام. خمسة وعيد يا عم عبد براوي. تمام حاج سالم. صلاة سيدنا النبي كده يا عم عبد. اللهم صل. اشترك يا عم عبد. ما انتوا شايفين يا جماعه اهو. صلى على النبي. صلى على النبي يا عم عبد خمس اناتي. تمام. وركز معايا. دي سعر هدية. يا عم عبد. فاتحين 88850 يا عم عبد 5 شهور. كم؟ العمر 6 شهور 88850 جنيه يا عم عبد. متوسط سعر هدية يا عم عبد 17850 يا عم عبد وصلاة سيدنا النبي. ورقم التليفون 010. تمام 14 88 45 22 يا عم كده يا حاج سالم. هتيجي يا معلم عبده وانا عندي شحن 27 محافظه. تليفونه نعم يا شيخ سعيد. وصلاه سيدنا النبي والدينك حلو وتصلي على محمد يا عم. صلى الله عليه وسلم. خش في عرض يا حاج سالم يا جماعه. في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. دول يا عم عبده كريم. تمام. دول كريم يا عم عبده 10 شهور 8 شهور. 10 شهور. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. واحد براوي واحد سمنتاه. تمام يا باشا. وسعره مفاجئ يا عم. بكام حاج سالم؟ دول يا عم عبده وجاتعين 49500 جنيه. دول 49500 جنيه. ومعايا تاني يا عم عبده 5 دكوره 4 دكوره. 49500 جنيه يا معايا دكوره. يا عم عبده يا عم عبده نفسيها لو تفرق يا شيخ. 4 دكوره تانيين؟ اعمار يا عم عبده من 7 ل 8 شهور. من 7 ل 8. من 7 ل 8 تمام. دبابات سمنتال هولستاين ظهر العيد يا عم عبده. ما تدوش هنا يا معلم. صلى على النبي يا عم عبده. 4 دكوره مع عبده. 4 دكوره بكام دول يا عم عبده؟ صلى على النبي. دول سعر مفاجئ يا عم عبده. يا سعودي تعالى اللي بتجيب القاعدة دي. تمام؟ تمام. دول يا عم عبده 4 دكورة. تمام يا باشا. أنا محمد العمر من 6 شهور 7 شهور. من 6 شهور 7 شهور. تمام. أنا محمد دول بيرضي الله يا عم عبده كام؟ بكام يا حاج سالم؟ يا عم عبده 90100 جنيه. 90100 جنيه يا جماعة. هو التكييف ده عندك مع عبده كام؟ 22500. 22500. سعر عجلهم 22500. 22500. مكان يا عم عبده النوفية جوزنا قرية عرب أبو سكري مزرعة الحاج أحمد والحاج عم عبده. 22500 جنيه يا معلم. يا عم زيت السر حقيقي. تابعوا يا عم عبد ترضى اقسم بالله. بس انت بقول لك ده كتير اقسم بالله. تمام يا حاج سالم. خش في عرض تاني يا باشا. ما اخش سلام يا باشا. ربنا يزيدك يا حاج سالم. اكيد يا باشا. خش في عرض. صلى الله عليه وسلم يا حاج سالم. جماعه في الصلاه حبيب النبي في الشيخ في الله. صلى على النبي كده يا عم عبد. صلى الله عليه وسلم يا باشا. صلاه سيدنا رسول الله كده. كم حاج سالم 5 دور؟ صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. دول 5 سنوات يا عم عبد سمنتال. تمام. 5000 سمنت العمر 8 شهور يا عم عبد. تمام يا حاج سالم. وحد الله. عمر حاج سالم. العمر 8 شهور. 8 شهور تمام. وحد الله يا عم عبد وصلي على محمد كده. صلى الله عليه وسلم.
يقول 4 سمنتل واحده اورشتاين. 4 سمنتل واحده اورشتاين. عمر 8 شهور يا عم عبده شربت سوليل في نور الله. ادوا كام عجل حق الشارع؟ 5. 5 تمام. يا عم عبده بتقيم 105,000. كم؟ 105,000 متوسط سعر عجلتهم عامله 21,000 يا عم عبده. اللي عايز عجله بسعر 2 بسعر 5 ب 105. حلو حق الشارع. يا عم عبده ورقم التليفون 012 2 00 41 901 يا عم عبده واخوهم سلمى ابو الحاج اللي طالب اي كميه اي مزرعه تفضل عند ربنا يا عم عبده وتفضل يا عم عبده. حبيبي حاج حسام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من داخل مساحه الحاج حسام الحاج دول 5 شهور يا جماعه زي ما انتم شايفين متوسط جبتهم 21,000 جنيه ربنا يبارك للمشتري وصاحب النصيب يا رب. لو انتم شايفين اهو العرض بتاعنا خفيف لطيف من داخل مزرعتنا. حاج سيب الحاجه دي يا باشا ما عبدو اي حد يجي يا باشا هنا عرستهم فيها سواء اشترى ما اشترى. العنوان يا حاج سالم العنوان المنوفيه جوزنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه عم عبدو الحاج احمد ابو الحاج تصدير ل 27 محافظه. شكرا ليك يا حاج سالم.